نسوي هلال، نسوي فانوس، مضيف تمر. في عنا هون احنا مصممين اتفقوا على آلية شكل الأشكال اللي عنا هون اللي نقدمها. تم حفرة على الليزر، ومن بعدها بتجي قطع، تقوم عنا هون عمال في تركيب هاي القطع حتى نحصل على الشكل اللي بدنا إياه. وفي منا ايضا بيجوا ناس مثلا انه بده يطبع الفانوس صورهم، او بده يطبعوا مثلا بيت العائلة او كذا. في كتير اشكال يعني عنا هون. يدخل بهجة على البيت أنه يعني هو عم يحتفل بقدوم شهر رمضان الكريم. فالفانوس هذا بدل على المحبة والعطاء، بدل على أنه وقت تجتمع العائلة على الإفطار مثلا يحطوه هيك، يعني أنه يعني بيعطي روح حيوي في رمضان، بأنه شهر الخير، شهر المحبة.